ايه ده؟ معلش. اه في الشهر كام؟ في الثامن. ما يا انت خلاص صلوا على النبي. شفت بقى؟ ده على اخرك يعني. ومش جايبه لك هديه، انا اسفه. ليه كده؟ انا جايب نفسي ولف نفسي اهو. لا صح. اه يعني اه ايه ده صحيح؟ اه لا وجايه مع الجماعه. النوده يا هنوده. انت جايه مع الجماعه؟ هو يكونوا توينز ولا حاجه؟ لا لا الحمد لله، جماعه جماعه واحده بس. ايه ولد ولا بنت؟ مش هقول بقى، خلوها مفاجاه. مش هتقولي؟ اه. طب انا احساس انه واد يا شيخ. بيقول شكل بطنك كده. بيقولوا كده؟ طب مش عارف. مش بيقولوا كده صحيح؟ لو البطن صغيره بتبقى ايه؟ ولد؟ ولد؟ بنت؟ بنت؟ يا نهار اسود، ولا حد عارف ده. ايه ده؟ طب تعالي نقعد يا هند. عموما انا عارف ان هند، بس نتصور في الاول. الله تسلم. هي رافضه انها تبان وانت حامل وكده. بس عشان معزتك انت عارف. ربنا يخليك يا هنوده. ده تويتر ولا ايه؟ ده فيسبوك وتويتر وكله. اوكي. هو صحيح انت ما جبتيش هديه، بس مجيتك في حد ذاتها وانت حامل وظهورك بالشكل ده، ده يعني عندي يعني حاجه. انا شايفه كده برضو الصراحه. صح. وحشتيني يا هند. وانت كمان يا هاني. بجد وحشاني جدا. انا بشوفك كل اسبوع، كل اربع مرات في الاسبوع. بس انا على طول مستمتع باعمالك بامانه يعني. حبيبي احنا وبعدين ما شاء الله عليكي، اختاروكي من اهم 100 امراه. ده حاجه بيقولوا. ده ايه ده؟ بيقولوا كده ما شاء الله. وسفيره. الحمد لله. حاجات كبيره قوي يا هاني. اه في الاخر تلاقيني قاعده حامل في البيت مش عارفه ازاي. ونشاطاتك كلها هتقف طبعا عشان الحمل وكده. التمثيل يعني، بس بعمل حاجه. لا سافرت وانا حامل للاردن مع برنامج الاغذيه العالمي. يعني بحاول اعمل حاجات تانية، مش ما بعرفش اقعد في البيت، ما بعرفش. حاولت لقيتها صعبه جدا. صعبه. صعبه. والفنانه بالذات يعني ضغوط 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 جامده جدا. لا وبعدين فعلا الواحد مش عشان حامل فلازم كل الحياه تتوقف يعني. هو جيت لك ويعني بعمل الحاجات اللي انا مش عيانه، حاجه كويسه. الحمد لله. هند انا مش عارف اهديكي بايه ولا بايه. لا طلع لي بس طالما ان البيبي جاي. وبعدين انت متاخر، ما جبتليش هديه في عاليه. خلاص. لا ما تخافيش. ادي يا ستي هديتي ليكي علشان ولد او بنت هتمشي. صح. حلو قوي قوي قوي. عشان الورده بينك. يعني لو ولد والبلو برضو. يعني حلو قوي. طيب بصي كمان جبت لك تيتينا. كويس. بتسموها ايه في تونس؟ عندنا اسمها تيتينا. اسمها ايه؟ سوسات. سوسات ده فرنساوي. ما احنا عندنا انتوا عندكم فرنساوي. طب اوكي ديت. بس ايه؟ اما بالنسبه للرضاعه هديكي سي دي بتاع الدكتور هشام قنديل، هيقول لك ترضعي ازاي. تعال ما تدخلنيش في السياسه من دلوقتي. الرضاعه بقت موضوع سياسي دلوقتي انت عارف. طب انت رايك ايه في نصايح الدكتور هشام قنديل بالنسبه؟ فعلا لا هي جميله، لازم تتحط على سيديهات. ده حقيقي بجد. الامهات هتستفيد جدا جدا. دي دلوقتي موجوده في كل المستشفيات والله. الجزء الاول والجزء الثاني. يسلموها العيل بعد الولاده بالسي دي. اتفضلي اهو. بص يا ستي مش عايزه اوصيكي بقى. حلوين قوي. اهو الله. دول بقى شخليلة تجنن والله. حلوين قوي. يا خبر ابيض. وبعدين دي عشان هنسقف كتير في الفتره الجايه، فدي هتوفر عليا. طب بصي لو طلع لك بنوته جايب لك حاجات برضو حلوه قوي. وريني توك شعر. كويس. بس وهعلمك ازاي تسرحي للبيبي. ازاي؟ لا في يوتيوبي هيديكي درس. والله. ازاي تلم شعرها وازاي في اليوتيوب هيبين لك. رئيس الوزراء الجاي يمكن. بصي لساتك دي. لا انا مش هستنى رئيس الوزراء يطلع تصريح ازاي نسرح البيبي. طيب انا لازم هنوده دي شويه بامبرز. أنا بصي بجد توك كتيرة جدا. يا رب تطلع بنوتة. كسيت البيبي كده. بصي لو ما نفعتش لو طلع ولد اديهم لعالية. وبعدين انت عارف البامبرز بكام اليومين دول؟ دي اغلى هدية، اغلى من الذهب دلوقتي. ايوه. وانت فكرة ده قطن كمان. فانت صارف الصراحة. لا بجد مرسي يعني. لا كوتونيل موصبيه الدكتور هشام قنديل برضه. شكرا قوي. بس بصي بقى لو في بافيتا، ما اعرفش عندك في تونس بتقولي عليها ايه البافيتا. بافوار.
بافوار برضه فرنساوي. بافوار احنا عندنا بافيتا. ما هي زي بعض. وبصي من ورا علشان ما تتبلش وكده يعني. هايل. معموله من بره. هايل. لا ده كتير قوي يا هاني. ايه ده؟ بصي لا انا مش هخبي عنك حاجه، انا جاي. وبصي لو يخشي عسل والله يعني. بجد حلو. بربطوس ده. بربطوس؟ لا تصوري ده سلوفات ولا جوب؟ لا يعني ده من ده على ده. وهينفع لو هي بنوته ان شاء الله. لو بنوته هينفع ان شاء الله. على فكره الظاهر رزقك كده بنوته. لو ولد لو ولد اديله العربيه دي. العربيه ديت حلوه. أوكي. بس هنجيب البنزين منين؟ لا انا جايب لك واحده ثانيه اهي، مش محتاجه لا بنزين ولا سولار. تدوسي كده. حلوه. اهي صح؟ والله لذيذه. ايه ده يا بصي هنوده. نعم. اخر حاجه بقى كتير قوي هقول لك بقى عليها. دي بودره التالت. طيب دور على البديل التالت. عندك حساب على تويتر؟ طبعا. بجد انا من اول الفنانين اللي عملوا حساب على تويتر. طب انا هعمل لك دلوقتي فولو. ايوه خلاص. @هند صبري. ايه @هند صبري؟ @هند صبري. خلاص اوكي. HENDSABRY. اوكي دعايه كده على المشي. خلاص اوكي. وانا هعمل لك ريتويت. خلاص اوكي. وانا وانت منشني اكتر هاني رمزي. اوكي @اكتر هاني رمزي. هاني رمزي. اوكي. وعلى الفيسبوك هاني دوت رمزي @hotmail.com. على فكره عايز اسال سؤال، هو في 6000 واحد اسمه هاني رمزي على الفيسبوك؟ ده اقل واجب يعني. كويس. وبيعكس البنات. طب وبيعمل عمايل مش لطيف، الناس عاملين بلاوي. بلاقي ناس في الشارع بيقولوا لي ليه حرام عليك انت، ده احنا فاكرينك محترم مؤدب. يا جماعه اعملوا معروف، والله انا كويس ما باذيش حد يعني. بس طب عايز اوريك يوتيوبي عشان انا قلت لك ازاي تسرحي للبيبي. صحيح. لو بنوته هتسرحيها احلى تسريحه. انت تعالي اتفرجي. يلا يا نهار اسود والنيل. دي مكنسه يا عيني. بشوفي بيلم الشعر ازاي. بس والله برافو فكره. لا اوعي تعملي كده. لا بس بصي لم الشعر كله صدقيني. وبعد كده يحط التوكه وخلاص. لا هو حاطط التوكه في الماسوره بتاعت ال كمان شايفه. شايفه شايفاها. شايفاها. الاستيك اهو. دي فكره هايله على فكره. برافو. حرام عليكي. وحياة ربنا برافو. طب اعمليها معايا. انت لو بتسرح كل يوم ما انا اسال منك. بصي بصي هيعمل ايه؟ بصي اهو نزل الاستيك من الماسوره. شابو بجد للاب ده. بس امانه عليكي. نعم. لو هتعملي العمله ديت اعمليها مع مكنسه بايظه. ما تكونش الوات بتاعها عالي يعني. حاضر. حاضر. طيب احنا معانا موهبه من المواهب اللي بيجوا لنا البرنامج. موهبه شابه بتقلد ناس كتيره جدا جدا جدا، وحاجه بجد يعني متوقعين انه هيبقى حاجه جامده قوي. ان شاء الله. احمد مرشدي. لا تمام تمام يعني المفروض تيجي من النص بس. بس تمام يعني. تعال. مساء الخير عليكم جميعا. النور. هخش في الموضوع على طول بمناسبه سرقه الكؤوس وكده. بسم الله الرحمن الرحيم.